السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم رسالة، ورسالتنا في هذه الليلة المباركة نوجهها إلى جميع العصاة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعلى جميع المسلمين، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. تكلمت في اللقاء الماضي في رسالة تحت عنوان أيها العاصي كفاية ذنوب، وفي هذه الليلة المباركة نستأنف ما بدأناه في الرسالة الماضية تحت عنوان جديد، ألا وهو أيها العاصي أقبل. أيها العاصي أقبل. لمن يقبل العصاة؟ على من يقبلون؟ على ربهم، على مولاهم، على سيدهم، على خالقهم، على الرحمن الرحيم، على الغفور الودود، على رب العالمين. أي أحد إذا خفنا منه نفر منه إلا رب العالمين، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. صلى ربنا وسلم وبارك على نبي الله نوح وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال نوح لقومه: ففروا إلى الله، فالفرار من الله لا يكون إلا إليه. فروا من عذاب الله إلى رحمة الله ورضوانه، فروا من سخط الله وغضبه إلى رضوانه وعفوه، فروا من معصية الله عز وجل إلى طاعته، ففروا إلى الله يا عباد الله. أيها العاصي أقبل. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض آثار الذنوب والمعاصي، وفي هذه الليلة الكريمة نأتي على بعض الآثار الأخرى. من آثار الذنوب والمعاصي أولا حرمان العاصي من العلم النافع الذي يجلب له الخير في الدنيا والآخرة، ذلك لأن العلم نور والمعصية ظلمة، ولا يجتمع في قلب واحد نور وظلمة، لا بد أن يغلب أحدهما على الآخر، ولا بد أن يذهب أحدهما بالآخر. حرمان العاصي من العلم النافع. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى إمام الدنيا في زمانه، إلى مالك بن أنس مفتي المدينة الذي كان الناس يضربون إليه أكباد الإبل ويسافرون إليه في شهور، كيما يحظى الواحد منهم بفتوى أو بحديث أو بإجابة مسألة. جلس الشافعي وهو غض صغير، وهو في شرخ الشباب، جلس بين أستاذه، بين يدي أستاذ الدنيا في زمانه مالك ابن أنس، فرأى مالك ذكاء في الشافعي يتوقد، رأى نباهة وذكاء وفطنة وكياسة وعلم. قال: يا بني، ما اسمك؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. قال: يا بني، إني أرى أن الله عز وجل قد قذف في قلبك نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويروى أن الشافعي قال أبياتا، وكلمة رويت أبيات عن الشافعي صيغة يعرفها طلاب العلم، ينسب إليه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي،
وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فإن قال قائل ماذا تقول أيها الشيخ من عقوبات الذنوب أن يحرم العبد من العلم؟ كيف ذلك وأنا أعلم فلان الذي حصل على شهادة من أعلى الشهادات الشرعية يدبج الفتاوى ذوات البلاوي، وفلان يزور ويكذب على رسول الله ويأتي بالموضوع ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف خطيب جمعة يأكل الربا، أعرف إمام مسجد يأكل الرشوة، فكيف تزعم أن من آثار الذنوب حرمان العبد من العلم؟ الجواب هؤلاء إن كان هذا الذي ذكرته فيهم لم يتعلموا العلم النافع. العلم النافع هو الذي يكسب القلب خشية. العلم النافع مش إن سعادتك تبقى حافظ القرآن ولا تعمل به، ده حج عليك مش لك. العلم النافع مش إن سعادتك تبقى حافظ النونية وحافظ متن أبي شجاع ومتن مش عارف مين ومتن مين وأنت في واد وما حفظته من كلام النبي ومن كلام أئمة الدين في واد آخر هو ده عالم؟ هذا لم يرى شقشقة للعلم. قال عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية. العلم الخشية، العلم هو الذي يكسب القلوب خشية ويؤثر في خلق هذا العالم وفي أدبه وفي عباداته وفي معاملاته وفي سلوكه. ولله در علي رضي الله عنه، كان سيدنا علي يقول العلم علمان، علم على اللسان فهذا حجة الله على العبد، وعلم في القلب فذاك هو النافع. فاللهم لا تحرمنا من العلم النافع بذنوبنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا خشية لك يا رب العالمين. ثانيا من آثار الذنوب والمعاصي سواد في الوجه، ظلمة في القلب، تعسير في العمل، ضيق في الرزق، بغضة في قلوب الخلق. العاصي ربنا بيطفيله نور وجهه وبيطفيله نور قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى قلبه أعمى مطفوء البصيرة. الله أكبر. قال عبد الله بن عباس إن الحسنة لها ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن السيئة لها سواد في الوجه. يبقى وشه أبيض، واحد أشقر بس وشه ضلمه،